أعزائي الشباب، أهلا بيكم معانا حلقة جديدة بتجمعني معاكم. ويلا يا شباب، النهاردة حلقتنا الحقيقة هنلاقيها مختلفة تماما. احنا موجودين معاكم النهاردة في ميدان محطة محافظة أسوان. الحقيقة بتقام احتفالية كبيرة جدا بمشاركة عدد كبير من طلبة جامعة أسوان بكلياتها المختلفة. كل الطلبة النهاردة، والحقيقة مش الطلبة وبس، لكن الطلبة والأساتذة موجودين، والقيادات النهاردة جايين للاحتفال بنصر 6 أكتوبر وتأييد ودعم السيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة. هنكون معاكم مع الشباب ومع عدد كبير من الحضور اللي موجودين معانا النهاردة، وهذا الازدحام الشديد الحقيقة اللي هتشوفوه وهتلمسوه بنفسكم من خلال تواجدكم معانا والكاميرا. يلا يا شباب في حلقتنا النهاردة، انضموا إلينا وهذا اللقاء الجديد، ويلا يا شباب. أعزائي الشباب، موجودين معاكم داخل ميدان محطة أسوان، بنحضر معاكم مظاهرة حب وحشد وتأييد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. معانا الحقيقة هذه المبادرة الجميلة من طلبة جامعة أسوان. الطلبة النهاردة من كليات جامعة أسوان المختلفة موجودين، ومعانا مجموعة كبيرة من الفرق الشعبية وقيادات الجامعة. خلونا نبدا معاكم لقائنا بكليه التربيه النوعيه، وبيسعدنا ان احنا يكون معانا استاذ دكتور محمد راشد عميد الكليه. اهلا بيك يا دكتور. وهذه المشاهده، يعني المظاهره الجميله من الحب، بدات الفكره ازاي وظهرت ازاي وازاي ابتديتوا تنفذوها؟ اهلا وسهلا بيكم. احنا النهارده بنعبر عن فرحتنا العارمه في العرس الجميل ديت في اجمل البلاد في اسوان، واحنا ما نقدرش نتاخر عن اي واجب وحاجه مفروض ان هو متطلب اساسي لكل فرد في مصر بيفهم الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر. وطبعا من كل قلوبنا بندعم فخامه الرئيس السيسي، لان هو احنا على العهد دايما مع بعض، وان شاء الله ربنا يجملها بالخير. وانا ببقى سعيد بوجودكم وسعيد بوجود زمايلي في الكليه، الساده الوكلاء والرؤساء الاقسام والطلبه كتير اللي ورايا والمعيدين، هي معانا كلهم على قلب راجل واحد، واحنا جايين نشارك
وكلنا حب لمصر كاملة وقلبنا مع السيد الرئيس إن شاء الله يا ربنا يجملها بالستر بإذن الله عز وجل. معنا النهاردة مجموعة من الأساتذة من كلية تربية نوعية مش كده؟ الدكتور باسم وكيل الكلية، والدكتور رجائي، الدكتور هشام رئيس قسم الإعلام، دكتورة منى رئيس قسم التربية الفنية، الدكتور محمد أمين أمين الكلية، والدكاترة ورانا كلهم أهو، دول أغلبهم هيئة معاونة جايين يدعموا فخامة الرئيس، وبنحتفل بالأعياد الجميلة بتاعت أكتوبر. دكتور بالكم قد إيه بتجهزوا للمظاهرة دي؟ يعني أهو لينا فترة من أول ما عرفنا إن شاء الله يعني، ومناسبة كمان احتفالات أكتوبر والأيام الجميلة دي كلها، و رتبنا الامور يعني، واحنا لو في بس كانت العدد موجود اكتر كان يعني الكليه بقدرتها كلها كنا هنقفل الميدان يعني. انا عارفه ان انتوا جايبين مجموعه من الطلبه من كل كليه مش طلبه الجامعه كلهم طبعا. فعلا احنا من طلاب كليه التربيه النوعيه، وطبعا دي مظاهره حب وتاييد واحتفالات كمان بنصر اكتوبر النصر المجيد، وطبعا زي ما حضرتك شايفه الكل يعني سعيد، والكل بيحاول ان هو يعني يقدم ويساهم في المظاهره الجميله دي ان شاء الله تعالى. دكتوره منى، قدرتوا ان انتوا تجمعوا الدكاتره من خلال هذه الاحتفاليه؟ احنا كلنا كده موجودين في الكليه الفتره دي، طبعا عندنا امتحانات سمر كورس وبدايه الدراسه، متواجدين قبلها من بدري، فالموضوع كان سهل خالص طبعا. اكيد احمد ياسين مدير عمل العلاقات العامه بالجامعه. طبعا احنا يعني شغالين على قدم وساق من يمكن بقالنا كام يوم عشان نشارك في هذا العرس كجامعه اسوان، والحمد لله النهارده يمكن احنا مشاركين بعدد يعني غير عادي من الطلبه والاعضاء التدريس والمعيدين والعاملين بجامعه اسوان، وبعتبر النهارده يوم في حب مصر يعني. النهارده بمناسبه احتفالات 6 اكتوبر وتأييد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسه ثانيه، من يعني من اجل الاستقرار ودعم التنميه واستكمال مسيره العطاء واللي احنا يعني شهدناه على مدار 9 سنوات سابقه، وان شاء الله منتظرين برضو المزيد ان شاء الله من فخامه الرئيس في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. الحقيقه يعني احنا مبسوطين جدا ان احنا موجودين النهارده مع حضراتكم. كلمني عن الطلبه، كان عندهم استعداد انهم يجوا يحضروا معانا النهارده المظاهره؟ كان سهل قوي. طبعا الطلاب يعني مستعدين تماما، واحنا كلنا يعني هنا في شعب اسوان مستعدين هنا للاحتفال والوقوف بجانب الجيش، جيشنا العظيم اللي حرر الارض في 73 وما زال يقوم بحمايه مصر وحمايتها على الدوام. والطلاب ايضا والموظفين وكافه العاملين هنا بالجامعه وكليه التربيه النوعيه خصوصا كانوا مستعدين تماما للحضور والمشاركه في المسيره الجميله دي والعرس الاسواني الكبير. الحقيقه اسره يلا شباب سعده بوجودنا مع حضراتكم جدا النهارده. دكتور هشام، دكتور طبعا ده دكتور هشام سنة طيبة رئيس قسم الإعلام بكلية التربية النوعية، كلمني عن فكرة ان احنا يبقى الطلبة معانا موجودين على ارض الحدث وان هم يبقوا حاضرين ويبقى لهم دور فاعل كمان. والله في البداية بنرحب بيكم. تاني حاجة دي اجل واجب النهاردة نقوم بيه في رسالة حب وتأييد لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. اما بالنسبه للطلاب فده شكل على فكره من اشكال المشاركه الغير مباشره السياسيه للطلاب نفسهم، بيشوفوا الواقع السياسي ازاي وطريقه التأييد ازاي وطريقه بناء الوطن بتبقى ازاي بتأييد مرشح محدد، عارفين ان هو قادر على قياده وسير الوطن في المرحله المقبله ان شاء الله. يعني كل التوفيق لحضراتكم. واستاذ محمد جمال نقيب التمريض اتفضل جنبي هنا، ازاي حضرتك؟ طبعا احنا النهارده الحمد لله انا شايف احتفالات جميله بتأييد السيد فخامه عبد الفتاح السيسي، اليوم صادف طبعا احتفالات اكتوبر المجيده وتأييد السيد الفخامه عبد الفتاح السيسي. طبعا الفرحه انا شايف الفرحه مالي اسوان. طبعا انا بتكلم بصفه نقيب التمريض، احنا كتمريض على محافظه اسوان من ابو سمبل لادفو في حدود 9000 عضو، الحمد لله بنأيد سيادة الرئيس. ولا شك احنا لنا 3-4-5 ايام برضو الناس كلها بتنزل توكيلات، واسوان كلها مع الرئيس يعني هو باين الناس كلها بتأيد سيادة الرئيس، واحنا معاه في خريطة الطريق وهنكمل معاه المشوار ان شاء الله لغاية 2030 ان شاء الله. يعني احنا سعداء بوجود حضراتكم معانا، واحنا الحقيقة مبسوطين بهذا الحشد النهاردة. اعزائي الشباب حلقتنا هتبقى مختلفة لانها من مكان مختلف مع حدث كمان مختلف، خليكم معانا وتابعوا، واحنا كمان هننقل لكم فعاليات هذا الحشد الكبير اللي اجتمع النهارده لتأييد السيد الرئيس والاحتفال ب 6 اكتوبر، خليكم معانا.
وحيا على العمل. شفنا في طائرنا انه مش عايز كسل، والكل لازم يبقى ليه دور في البلد. سمينا بسم الله وده فعلا حصل. ربنا دايما يعينك طول ما مصر الحقيقة. زي ما الشباب كانوا حريصين انهم يبقوا متواجدين النهارده، كمان القيادات الجامعية سواء الأساتذة او المدرسين حابين كمان انهم يكونوا النهارده موجودين معانا ومع الشباب في هذه الاحتفالية الرائعة. خلونا نتعرف بضيوفنا الموجودين معانا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك دكتورة ريهام، تربية نوعية. دكتور اسلام محمد ابراهيم، قسم تكنولوجيا التعليم كليه التربيه النوعيه. اهلا بيكم. ليه حابين النهارده تبقوا موجودين معانا في الاحتفاليه؟ جايين النهارده طبعا علشان ندعم الاستقرار، ندعم الامن، ندعم الحياه الكريمه لمصر وللشعب المصري. جايين ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا النهارده موجودين في ساحه محافظه اسوان لتأييد ومبايعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره رئاسيه ثالثه 2024 2030، لدعم طبعا الاستقرار اللي احنا كلنا لامسينه وحاسينه، وكمان بنحتفل طبعا بنصر اكتوبر العظيم اللي حقق لنا طبعا حاجات كتيره جدا، وعلى راسها استرداد الاراضي كانت المحتله طبعا، ودي حاجه عظيمه جدا ان احنا النهارده بنحس بالامان، ونقدر النهارده ان احنا خلال بلادنا ان احنا نقدر نزور اي مكان بدون اي مشاكل زي الدول التانية. فدي حاجه جميله جدا، وبنشكر سياده الرئيس ان هو بيساعدنا على الاستقرار والدعم المستمر لكل المحافظات. احنا النهارده في محافظه اسوان وسط اهالينا وعائلاتنا، بنفتخر ان احنا موجودين في اجواء احتفالات، اجواء جميله جدا في جو ممتع وسط العائلات وسط الاهالي. ده بيساعدنا وبيحقق كمان حاجات كتيرة جدا، ان احنا بنحس ان احنا بنشارك بدون اي ضغوطات وبدون اي ممارسات لاي حاجة مثلا تضطهدنا ولا اي حاجة. لا، احنا بننزل بكامل حريتنا لدعم السيد الرئيس، وبنوصل رسالتنا لكل انحاء الجمهورية. الناس تنزل وتشارك بمنتهى الحرية بدون اي ضغوطات، واختيار السيد الرئيس لدعم الاستقرار ده اولا، ودعم الامان والحفاظ على المكتسبات اللي احنا خدناها في الفترة اللي فاتت من الانجازات اللي احنا كلنا بنشاهدها وبنعاصرها دلوقتي، واكيد كل مواطن مصري بيلاحظها في ظل التحديات اللي كل الشعب بيحسها. فطبعا نأيد ونبايع السيد الرئيس لدورة رئاسية ثالثة جديدة ان شاء الله باذن الله. احنا في اسوان دلوقتي وبنأيد الكلام دوت، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله له ان شاء الله باذن الله. شبك يا مصر ايديك، شبك هوايا اخوك، شبك الوقت ده للي هيبني مش للي يهدم، ويشكك شبك يا مصر ايديك، شبك هوايا اخوك، شبك الوقت ده للي هيبني مش للي يهدم، حضراتكم معانا. واتعرف على حضرتك. كريستينا، معيده في تكنولوجيا التعليم جامعه اسوان. اهلا بيكي. دكتور احمد عطله، مدرس مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم كليه التربيه النوعيه جامعه اسوان. اهلا
دكتور مصطفى محمود مدرس في قسم الاعلام التربوي كليه التربيه النوعيه جامعه اسوان. ليه حضرتك موجود النهارده في الاحتفال؟ موجودين النهارده عشان نحيي الاحتفال والذكرى بانتصارات اكتوبر المجيده، وفي نفس الوقت جايين عشان نعيد ونبايع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما لمسيره الانجاز والعطاء المستمره ان شاء الله. طبعا احنا جايين هنا تزامنا مع الاحتفالات بذكرى نصر اكتوبر 6 اكتوبر، وجايين نؤيد ونبايع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسيه ثالثه ان شاء الله. حضرتك جايين نحتفل ب 6 اكتوبر 73 وكمان نؤيد الرئيس السيسي، وعلشان نبقى وجهه مشرفه للطلبه يعني يعملوا زينا ويشتركوا في الحفلات القوميه بتاعه الدوله. انا شايف عدد كبير من الطلبه وطلبه جامعه اسوان النهارده الحقيقه بكلياتها المختلفه موجودين معانا. بالظبط، وهم حابين الجو، يعني انا شايفه الطلبه كلها متفاعله جدا مع الجو، وهي حابه يعني تندمج في الدوله والانتماء يبان بتاع الدوله. جميل جدا. انتوا حاسين قد ايه الشباب بالتحديد كفئه في الشعب من الفئات اللي الرئيس دايما بيقول لها اهتمام زياده من ساعه توليه المسؤوليه الحقيقه؟ اه حق طبعا، يعني احنا مستشعرين كل حاجه يعني كويسه موجوده في البلد، والاهتمام بالشباب بدليل مؤتمرات الشباب اللي بتعقد على طول في كل سنتين، في مؤتمرات شباب بتتعمل، في اهتمام حتى بالمرتبات الخاصه بالشباب وتوظيف الشباب والمواضيع الشبابيه وتوظيف الشباب، فكل الحاجات دي ما احنا حاسين بيها، وعشان كده احنا جايين يعني. فالطلبة كمان من جامعة أسوان جايين لما عرفوا الاحتفالية منظمة هنا فجوم على طول يعني بكامل أراضيتهم. الطلبة نفسهم عارفين ايه الخدمات اللي بتقدم ليهم دلوقتي؟ اكيد طبعا، ما ده كله من خلال ما يقدم في البرامج الاعلامية والقنوات الفضائية اللي هي المفروض انها تلقي الضوء على المشاريع الهامة اللي بتقوم من اجلهم في الشباب، وزي ما كان تفضل الدكتور احمد يتكلم على المجالات بتاع توظيف الشباب وفرص العمل المتاحة، فبالتالي هم نازلين بكامل اراضيتهم.
اعزائي الشباب، بيسعدنا ان احنا يكون معانا الاستاذ حاتم يسري مدير عام رعايه الشباب بجامعه اسوان. اهلا بيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ اهلا بيكو. كلمنا عن اليوم النهارده، ازاي جهزتوا النهارده لعدد الشباب الضخم اللي موجود معانا؟ والله النهارده كان في اجتماع مع سياده الوزير الدكتور ايمن عثمان رئيس الجامعه، واستاذ الدكتور طبعا اللواء سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعه شؤون التعليم والطلاب، والدكتور احمد عبد الصادق، باستضافه المجموعه الطلبه عشان تطلع، يعني الطلبه اللي عايزه تطلع تطلع من عندنا. فاحنا كلمنا عمداء الكليه طبعا وهم اهتموا جدا، وطبعا كان مستهدفنا 2000 طالب تقريبا، هم جم او اكتر كمان، يعني 2000 طالب جم، وان شاء الله كان يعني العدد كان كتير. الاتوبيسات كلها اتحركت بتاعه الجامعه بيوم، اللي عايز يطلع من المدن الجامعيه ومن الجامعه ومن كليه التجاره عند دكتور حسن، ومن الكليات اللي موجوده معانا النهارده، كليه التربيه وكليه التجاره، كليه التربيه نوعيه، كليه التربيه رياضيه طبعا بكثره، كليه في كليه طبعا التمريض طبعا، كل التمريض اغلب الكليات استجابت، بس احنا لو عندنا كان وقت اكبر كنا جبنا ناس اكتر من كده بكتير. يعني لسه في بدايه العام الدراسي، يعني لسه الطلبه مش كلهم جم، لكن انا شايف عدد كبير من الطلبه المشاركين. الحمد لله، والله ده من عند هم الطلبه نفسهم اللي حبوا ان هم يشاركوا، فهم الحمد لله اتجمعوا كلهم عشان يكونوا موجودين النهارده معانا هنا. كان الغرض من الاحتفاليه ايه؟ اكتر المحاور اللي كنا بنركز فيها واحنا بنحشد الطلبه دي، احنا عايزين والله الطالب اللي عايز يأيد للرئيس هو من حقه ان هو يجي ويعبر عن نفسه، فالطلبه دي جايه تعبر عن نفسها وعن تأييدها للرئيس السيسي. كمان كان في النهارده معانا الاحتفالات باكتوبر، يعني عدد كبير من الفرق الشعبيه. لا ده في احتفالات ثانيه كمان، يعني القوات المسلحه عامله احتفال يوم 16 عندنا في الجامعه، جاي قائد القوات في جامعه اسوان ان شاء الله هتشرفونا كتلفزيون باذن الله، وعندنا احتفاليه طبعا يوم 6 يوم 6 اكتوبر نفسه، في يوم 8 اكتوبر يوم الاثنين الجاي ان شاء الله في اسوان الجديده، والاحتفاليه الكبيره ان شاء الله في جامعه الصحاري باذن الله. حي على العمل، شفنا في قائدنا انه مش عايز كسل، والكل لازم يبقى ليه دور في البلد، سمينا باسم الله وده فعلا حصل. ربنا دايما يعينك طول ما مصر شباب. النهارده احنا معانا مجموعه كبيره من الشباب من جامعه اسوان، والحقيقه دلوقتي معانا شباب كليه تربيه نوعيه، خلينا نتعرف عليهم ونعرف ليه هم النهارده موجودين معانا وحاضرين معانا الاحتفاليه دي. اهلا بيكم يا شباب، اتعرف عليكم. عمرو هاني، طالب تانية تكنولوجيا تربيه نوعيه. اهلا بيك يا عمرو، انت ليه النهارده موجود معانا؟ ان ده ذكرى يوم، حاجه لازم نفتخر بيها، يوم حصل قبل ما احنا نتولد بس بنسمع عنه كل يوم، فاحنا لازم نعرف الاجيال اللي جايه والاجيال اللي طالعه، ولازم نأيد برضو الرئيس بتاعنا لأنه حصل تطور في حاجات، في التعليم، في الصحة، حاجات نفيدنا واستفدنا منها، فاحنا لازم نأيد ولازم ننزل ونقول رأينا برضو. زياد خالد، إعلام. زياد سنة كام؟ سنة تانية. سنة ثالثة. أنت ليه جاي النهاردة؟ ذكرى احتفال 6 أكتوبر وتأييد لرئيس السيسي. إزاي عرفت بالاحتفالية النهاردة؟ أنا شغال في الصحافة أصلا، عرفت فحبيت انك تيجي وتشارك. انتوا طلبه كتير جايين من تربيه نوعيه؟ كل كتير، كل الطلبه جايين. تعالوا يا بنات، تعالوا تعالوا شاركوا معانا. تعالي اتعرف عليكي. انا مريم ماهر. مريم. انا دلوقتي في ماجستير، تانية ماجستير. ماجستير ما شاء الله. اسمك ايه؟ مرسى ملاك، تانية ماجستير. ليه حبيتوا تشاركوا معانا النهارده؟
الدوره تحتاج صوت ان احنا نديه له، يعني صوتك هيفرق. عرفتوا ازاي بالاحتفاليه النهارده؟ من خلال الكليه بلغونا، واحنا حبينا ان احنا نيجي ونبقى مشاركين في اليوم ده. يعني دوركم ازاي يبقى فاعل في الاحتفاليه؟ يعني بوجودنا ووجودنا في وسط الناس وفي وسط المكان. اسمك ايه؟ جرجس، طالب في ثانيه، في ثالثه نوعيه قسم اعلام تربوي. ما تعودتش على ثالثه، احنا لسه بدايه السنه. بالظبط كده. انت من المنظمين النهارده؟ لا احنا مجرد طلاب بس جايين يعني نشارك ونعبر بس ان احنا مع الرئيس بقلبنا ومن اجل الاستقرار، من اجل انه يكمل اللي بدأوا، من اجل كل حاجه، من اجل استقرار الوطن، من اجل استقرار مصر. احنا موجودين معاه وبنسنده وبندعمه طول الطريق لحد ما يطلع بمصر في حته تانية باذن الله. يعني الشباب بالذات اكتر ناس يعني سياده الرئيس السيسي بيوليهم اهتمام غير طبيعي، انت حاسس بده ولا لا؟ طبعا هو كل اللي بيعمله علشان الشباب وعلشان الشباب والاجيال اللي جايه، علشان هو بيبني، يعني بيبني بنيه تحتيه علشان لما احنا كشباب نطلع نلاقي في البلد مهيئه لنا كوظائف، كاسكان، في كل المناطق. الرئيس السيسي مهتم بكل مجال من المجالات للشباب. هو بجد يعني حاططنا في خانه كده، مهتم بينا جدا وبنشكره جدا جدا على اهتمامه، واحنا ابنائه في الاول وفي الاخر طبعا. شبك يا مصري ايديك، شبك هوايا اخوك، شبك الوقت ده للي هيبني مش للي يهدم ويشكك. شبك يا مصري ايديك، شبك هوايا اخوك، شبك الوقت ده للي هيبني مش للي يهدم ويشكك. حضرتك معانا، تعرف عليك؟ اشرف محمد يحيى. اهلا بيك استاذ اشرف، انت ليه النهارده موجود معانا هنا وبتشارك في هذه الاحتفاليه؟ عشان الوطن يبقى في امن وامان، واحنا كلنا بنايد السيد الرئيس وبنحتفل بنصر اكتوبر، ف يعني عاوزين البلد تبقى في امن وامان، فاحنا محتاجين ان الرئيس يكمل واحنا كلنا وراه. انت شايف الشعب كله النهارده رايه ايه في العمليه الانتخابيه ورايه ايه؟ يعني انا شايفه الكم الحضور الكبير جدا اللي موجود في المحطه ده النهارده، ده المحطه يعني مش محتاج كلام كتير. الشعب بقى واعي وفاهم كل حاجه، وهو بيحب الرئيس وبيحب بلده، والناس كلها هنا متجمعه عشان خاطر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حبا ليه ومقدارا لبلدنا، واحنا كلنا عاوزين نعيش في امان وبنحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلنا في ظهره. المهم ان احنا نعبر عن الحب ده، ازاي نعبر عن الحب لبلدنا وللرئيس ان احنا ننزل الانتخابات، هو ده المهم. المواطن مهما كان رايه في الانتخابات وايا كان المرشح بتاعه لازم يمارس حقه الانتخابي. يا فندم، كان اكبر حشد في اسوان من ناحيه التوكيلات، الناس كلها عاوزه تجري ان هي تعمل توكيلات، الناس كانت بتسيب بيوتها من الصبح لحد اخر النهار عشان خاطر التوكيلات، فكان بتسيب مشاغلها عشان خاطر يبقى في توكيلات ويبقى في انتخابات، وكل الناس حبا نازلين حبا في السيد الرئيس، وعشان خاطر امن بلدنا وعشان خاطر البلد تستمر، فاحنا مش عاوزين اكتر من كده ضغوط. احنا الحمد لله رب العالمين كل يوم في جديد، وعاوزين السيد الرئيس يستمر في انجازاته، وان شاء الله احنا في ظهره لحد ان شاء الله ما يتم جميع الانجازات بتاعته.
أتعرف بحضرتك؟ محمد هلاوي من القيادات الطبيعية لقرية الرمادي قبلي مركز إدفو محافظة أسوان. أهلا بيك معانا النهاردة ومنورنا من خلال يلا يا شباب. قولي حضرتك ليه حريص النهاردة أنك تيجي وتشارك في الاحتفالية؟ الاحتفالية النهاردة طبعا دي بتواكب مرور 50 سنة اللي هو اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وفي نفس الوقت أن احنا مقبلين على انتخابات رئاسية جديدة. احنا كأهالي أسوان وكأهالي القرى تحديدا جايين ان احنا بنبايع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسيه جديده لاستكمال المشروعات العملاقه، خاصه واحنا كقرى احنا كان لينا نصيب الاسد في مشروعات حياه كريمه وتطوير الريف المصري. حضرتك يعني احنا دلوقتي في القرى عندنا خدمه صرف صحي، عندنا مياه شرب، عندنا كهرباء، عندنا غاز طبيعي، عندنا تليفونات، عندنا مجمعات سواء مجمعات خدميه ومركز تكنولوجي لخدمه المواطنين، عندنا مجمع زراعي بيشتمل في مكوناته على الجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعي، عندنا مجمع صناعي يمكن الوحيد في مركز إدفو، هو مجمع صناعي بيجمع كل الحرف والصناعات الصغيرة في مكان واحد، وده في حد ذاته كل المشروعات العملاقة دي بتكلفة بتفوق المليارات، حنقول مش الملايين. فإحنا كقرى لازم زي الرئيس ما هو وقف معانا في تطوير قرانا وتطوير ليفنا، إن إحنا لازم نكون واقفين معاه وقفة بجد في انتخابات الرئاسية المقبلة إن شاء الله في شهر ديسمبر القادم بإذن الله تعالى. أنت شايف إن كل الشعب ابتدى يبقى واعي وفاهم وبيقدر ياخد قراره بشكل سليم ويبقى عارف يختار بشكل جيد جدا؟ طبعا الشعب واعي، الشعب شايف اللي بيحصل على أرض الواقع على في الطبيعة، الشعب النهاردة ماخد قراره، وكلنا كأسوان تحديدا وككل الجمهورية سيتوجه يعني كله هيروح ليه ينزل لصناديق الانتخاب في الثلاث ايام المحدده للداخل، وحنقول كلمتنا باختيار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله لاستكمال المسيره في الانتخابات الرئاسيه المقبله باذن الله تعالى. We're gonna make it.
حي على العمل. شفنا فقدنا انه مش عايز كسل، والكل لازم يبقى لي دور في البلد. سمينا باسم الله وده فعلا حصل. ربنا دايما يعينا طول ما مصر احنا موجودين معاكم وبنحضر معاكم الاحتفاليه. كان في عدد كبير كمان من ضيوف اسوان لان احنا موجودين في ميدان المحطه الحقيقه، حبوا انهم يشاركوا معانا. اهلا بيك معانا، اتعرف عليك. استاذ محمود قاسم، استاذ علم النفس. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، انت منين اصلا؟ من بسيون غربيه. غربيه، اهلا بيك في اسوان. اهلا بحضرتك. انت النهارده مشارك معانا في الاحتفاليه؟ ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى. اول حاجه يعني عن سببين. الحاجه الاولانيه احنا عاوزين ندي حق الشهداء ونقول ربنا يرحمهم يا رب، اللي رفعوا اسم مصر وشرفوا مصر بين الدول وبين العالم كله. وعايزين نقول الشهداء دولت هم اللي فتحوا لنا ابواب النهارده ان احنا عايشين، وبسببهم اتحقق النصر والكرامه للمواطن المصري، فاحنا بنديهم الحق رقم واحد. الحاجه الثانيه، احنا بندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو بدا سلسله مشروعات للوطن والابناء الوطن، واحنا بندعمه ان فتره جديده ان هو يكمل المشاريع اللي هو عملها. المشاريع دي ممكن ثمرها ما نحسش بها في اللحظه اللي احنا فيها دي، لكن اجيالنا اللي جايه بعد كده ان شاء الله هم اللي هيحسوا بحاجه زي كده. فنامل ربنا ان هو يكمل المسيره بتاعته ويكمل مشاريعه على خير ان شاء الله، ويفيد الوطن وابناء الوطن والاجيال اللي جايه ان شاء الله تعالى. مواطن حاسس قد ايه ان احنا الفترة دي فترة حساسة في مصر؟ فترة حساسة طبعا، لان احنا عندنا مشاكل عالمية. مش المشكلة مش في مصر لوحدها، انا عارف الناس كلها زعلانة من غلاء الاسعار، لكن دي ظاهرة في العالم كله. وشوفنا تداعيات الحرب اللي حصلت، وشايفين الدول حوالينا عاملة ازاي. احنا نحمد ربنا ان احنا متماسكين، وان احنا عندنا مشاريع بدأ يبقى في بنية تحتية. ما كانش فيه الكلام ده الاول، يعني هو لما مسك مصر ما كانش فيه كل الاساسيات اللي هو بدا يعمل فيها دي. ده عامل زي اب كده خد بيت والبيت ده ما فيهوش اي حاجه خالص، بدا ياسس وبدا يبني وبدا يعمل في كل المجالات اللي موجوده على مستوى الجمهوريه كلها. فربنا يوفقه في اللي جاي ان شاء الله. عمر التاريخ ما هينسى مصر وشعبها، كم مره قدروا يرجعوا لها حقها، وازاي بجد اتغيرت وبإيد ولادها اتطورت، وفي كام سنة وقفت أوام على رجلها. المصري عمره ما يوم خضع، شهن وأصيل حر وجدع، يعمل علشان بلده البدع، راهن عليه تكسب أكيد. شوفوا إنجازاتنا في كام سنة، شوفوا الخضر شوفوا البناء، حب البلد دي في دمنا، ونجاحها بالنسبة لنا عيد. المصري عمره ما يوم خضع، ما يوم خضع، شهن وأصيل حر وجدع، حر وجدع، يعمل علشان بلد البدع، راهن عليه تكسب أكيد. شوفوا إنجازاتنا في كام سنة، شوفوا الخضر شوفوا الفلان، حب البلد دي في دمنا، في دمنا، ونجاحها بالنسبة لنا عيد. حبوا البلد دي اطمنوا، يا دوب بدأنا ولسه طريقنا في أوله. ومهما شفنا الإنجازات، الجاي أحسن من اللي فات. المصري لو يبدأ طريق بيكمله، المصري عمره ما يوم خضع، شهن وأصيل حر وجدع، يعمل علشان بلده البدع، راهن عليه
في كسبكي شوفوا انجازاتنا في كام سنه شوفوا الخضر شوفوا البنا حب البلد دي في دمنا ونجاحها بالنسبه لنا عيد المصري عمره ما ينخدع شهم واصيل حر وجدع حر وجدع يعمل علشان بلده البدع راهن عليه تكسب اكيد شوفوا انجازاتنا في كام سنه شوف البنا حب البلد دي في دمنا ونجاحها بالنسبه لنا عيد. وبكده كنا وصلنا معاكم النهارده لنهايه حلقتنا، حلقتنا كانت مختلفه، كنا فيها معاكم مع المواطنين سواء شباب او كبار او صغار، كلهم جايين النهارده موجودين في ميدان المحطه في احتفاليه كبيره وعدد كبير من الفرق الشعبيه لتاييد ومبايعه السيد الرئيس لفتره رئاسيه جديده. خلينا نختم حلقتنا النهارده ونقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.